السلام عليكم، مرحبا بمتتبعي قناة الحميدي. وأخيرا خرج بلاغ ديال الوزارة فيما يخص تاريخ إجراء الجهوي بالنسبة للمترشحين الأحرار. إذا تبعوا معايا باش تشوفوا التاريخ ديال إجراء هذا الامتحان الجهوي. إذا تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية أنها قررت عدم استئناف الدراسة الحضورية بالنسبة لجميع التلاميذ إلى غاية شهر شتنبر المقبل، إجراء الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020 حضوريا بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار. هذا ما كاينش مشكل، البكالوريا يعني التاريخ اللي غادي يدوزوا فيه المتمدرسين هو نفس التاريخ اللي غادي يدوزوا فيه الأحرار، وكذا الامتحان الجهوي بالنسبة للمترشحين الأحرار خلال شهر يوليوز 2020. إذن الجهوي غادي يدوزوه في يوليوز تماما. إذن كان حقيقة التاريخ يعني ما معروفش، وأنا أعطيتكم في الفيديو اللي قبل قلت لكم بدي بأن التاريخ ديال الإجراء الجهوي غيكون بحالكم بحال يعني المتمدرسين، ولكن الوزارة قالت على أنكم الآن غادي تدوزوا الجهوي ديالكم خلال شهر يوليوز 2020. يعني تقريبا غيمشيو بالسيستم القديم، يعني كدوزوا الجهوي هو الأول وعاد الوطني. إجراء الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا دورة 2020 حضوريا بالنسبة للمترشحين المتمدرسين خلال شهر شتنبر 2020. إذن الإخوان بإمكانكم أن تقرأوا هذا البلاغ هذا كامل. إذا كان عندكم شي تساؤل خليه في التعليق، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.